نعم، إلى أي مدى هي قادرة على صد قوة الدعم السريع؟ الصوت يا سألتك أستاذ عن أحمد. إلى أي مدى هي قادرة هذه القبائل يعني على صد هجوم الدعم السريع على الفاشر، وكذلك نحن نرى استعادة أن المناطق القبائل التي الآن تخضع لسيطرته. اصطفت حول الجيش، وخير دليل هو القائد موسى هلال ومجموعة من القيادات القبلية وقفت وقوف واضح مع القوات المسلحة السودانية، لأن انتماء وطن، يعني مهما كان القبائل انتماء وطن، وكل القبائل لا تسعى إلى أو تدخل في ملف تقسيم السودان، هي حريصة جدا على أن لا يتم تقسيم السودان، وإذا تم تقسيم السودان حتكون البداية هي دارفور، وهذه مشكلة ومعضلة حقيقية. وما علاقة المجتمع الدولي بالأهمية التاريخية التي ذكرتها عن دارفور؟ لماذا نشهد انزعاجا وتحركا وتصعيدا في المجتمع تحديدا في مجلس الأمن؟ دارفور ستكون هي بؤرة إذا ارتكز عليها الدعم السريع، فستكون هي المهدد في ليبيا، سيزيد التهديد على ما هو، ستكون مهدد لتشاد، ستكون مهدد لمصر، لأنه موقع الإقليمي أو الموقع الجغرافي دارفور شمالا تحدها مصر، وشمالا تحدها ليبيا، وغربا تحد أفريقيا الوسطى وتشاد، وجنوبا تحدها جنوب السودان، فموقع استراتيجي لإثارة الفوضى في كل الدول. والدعم السريع معروف وجوده في ليبيا، يقاتل في ليبيا بلا شرعية، بلا الدعم السريع هو يقال إنه قوة سودانية، لكن هو يجلب المرتزقة من غرب أفريقيا، من وسط أفريقيا، ويحارب بهم في 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 ليبيا. نعم. طيب، نفس الدعم السريع يحارب الآن بنفس المرتزقة في الخرطوم وفي السودان، ونفس الدعم السريع الآن سيحارب بالمرتزقة في تشاد وغيره. نعم، فهذه وكأنك ذكرت فموقعه في منطقة أستاذ سامي، بما أنك ذكرت ليبيا وتشاد والجوار جوار السودان، كيف ينظرون لمعركة دارفور وتعاطيهم مع المشهد العسكري هناك، بما أن دارفور تمثل أهمية كبيرة لهم؟ الحرب الأهلية في دارفور اللي هي الدعم السريع تربط تصفية حسابات، اللي هي قبائل الصحراء أو يسموهم عرب الشتات، يريدوا أن يجدوا لهم موطن في دارفور ويرتكزوا ويثبتوا وضعهم وأقدامهم في دارفور، فهذه مشكلة كبيرة. سألتك عن تعاطي الدول جوار السودان الشرقية تحديدا تشاد وليبيا، كيف يتعاطون مع المشهد السوداني العسكري وعلاقتهم بالجيش نعم السوداني؟ نعم، تشاد وليبيا هي تمثل للدعم السريع، هي نقطة تموين وخط الإمداد، خط الإمداد للدعم السريع، خط الإمداد والتشوين العسكري.